بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. والخبال قلنا إنه مرض في العقل تختل به موازين الفكر. ولأوضعوا خلالكم، أي لسعوا بينكم بالدس والنميمة وبلبلة الأفكار وغسل نفوسكم من بقايا الإيمان فيها. يبغونكم الفتنة. الفتنة تطلق على أشياء كثيرة، أهمها الإثم، العذاب، الكفر، كل دي فيها فتنة. يبغونكم الفتنة. ولماذا يبغون لهم الفتنة؟ أهم هم ما فيهمش من خصال الخير إلا أنهم يحبون لغيرهم ما أحبوه لنفسهم. هم كفر، عايزين الناس إيه؟ يكفروا زيهم. بس جت في طريق الإيه؟ في طريق الشر. وقلنا أن السبب في هذا أن الأصل في الذات الإنسانية أن تكرم أولا عند نفسها. فإذا لم تستطع أن تكون كريمة عند نفسها، حاولت أن تجعل الكريمة عند نفسك في مستواها من الحضيض عشان تريح نفسها. ولذلك يعالج القرآن هذه القضية النفسية، لأن كل ملتزم بدين الله سيتعرض لها، وتعرضه لها يختلف باختلاف بيئات الفساد. فيقول: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. زي ما قلنا بيصلي يقولوا: باخدنا على ايه؟ انت عايز تطير؟ شوف يا اخوان، مش عارف ايه المستقيم قال: اخرجوا انهم قوم يتطهرون. شوف الغباء. اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم قوم يتطهرون. بقى التطير عيب. شوف، عشان تعرف المقاييس المختلة. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. مش عمل الخيبة ويسكت عليها، لا، ما يروح لأهله، مما يدل على أن الفساد في الأسرة. يقول لهم: أما لي قابلت واحد عامل طيب كده، وقعدت هزأت، وقعدت مش عارف إيه، وعمل فرحان باللي عمله. بيقولوا لمين؟ لأهلهم، مما يدل على أن الفساد إيه؟ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا: إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. يا سلام على اللي يضحك الآخر ده. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظر. هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون؟ احنا قدرنا يفعلون؟ احنا قدرنا نجازيهم باللي عملوه؟ دكم ضحكوا ضحكة زائلة، انما دي ضحكة ايه؟ ضحكة خالدة ايه؟ مستمرة. يبقى اذا يبغونكم الفتنة عشان ينزلوكم الى ايه؟ الى مستواهم هم. طيب، يبغونكم الفتنة. وهل لما يطلبون الفتنة دول طلعوا في سبيل الله ودول صفاتهم كت وكت، هيجاوبوهم على الفتنة ولا ما يجاوب، ولا يتأبى إيمانهم؟ ألا، برضو الصف الإيمان فيه وفيه. وفيكم سماعون لهم. قل لي بقى، فيكم سماعون لهم. سمعت لفلان، يعني أذني سمعت ما يقوله. طب سمعت من الغير لصالح فلان، يبقى سمعت لصالح فلان. يبقى لم تفيد ايه مرة؟ ها؟ سمعت لفلان، يبقى فلان هو المسموع، مش كده؟ طب وسمعت من فلان وفلان وفلان لصالح فلان لحسابه، تبقى فيكم سماعون لهم. هتاخدها دي بيسمعوا منهم ولا بيستمعوا اخبار كنتم ويقولوها لصالحهم؟ يبقى لم تأتي للمعنيين اثنين. المعنى الاول انهم يسمعون لهم، فلما يدلهم بلبلة في الفكر المسائل دي تدخل في ذهنهم.
واحنا مش عايزين الصف الايماني يبقى فيه هذه المساله. او وفيكم سماعون لجواسيس يسمعوا منكم عشان يروحوا ايه لحساب. يبقى اللام دي ايه؟ لام الغايه. سماعون لغايه في غيركم. القران لما يجيب اللام دي هنا صالحه لايه؟ للاثنين. ام قال لك ما هو من الجائز ان يكون فيه ضعاف فيسمعون لهم الدس يسمعوه. وفيه ناس برضه عيون لمين؟ يبقى فيكم سماعون لهم خدمة كم معسكر؟ ادتنا فكرة عن معسكرين اثنين، معسكر يسمع لهم تخزيلهم، ومعسكر يسمع من المؤمنين اخبارهم وينقلها الى مين؟ اذا فلان دي هي اللي جت فصلة بين الايه؟ سمعت له، اي هو هل هو المتكلم وانا السامع، او سمعت غيره لمين؟ لصالح. تعالى بقى هناك، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. السطح يقول لك اوعى تخاصم الخائنين احسن ما تقدرش عليهم لأنهم بيفجرهم ويعملهم مالكش دعوة بيهم. يقول له انت خدت اللام بهذا المعنى، لا تكن خصيما لمين؟ للخائن، لانه ما يتورعش انه يعمل فيك اي حاجه، ما تدخلش بينه وبينك في الخصومه. اولا تكن للخائنين خصيما، اي لصالح الخائنين، ما تدافعش عن الايه؟ للخائنين. ودي قصتها طبعا ايه؟ معروفه. يبقى اللام مره تيجي للمعنى ده ومره تيجي للمعنى دي، وثراء القران يعطي الايه؟ يعطي المعنى. وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين، لان اللي بيسمع منهم ظالم، واللي بيسمع لصالحهم ظالم، وربنا عالم بمين؟ بالاثنين. ويبغونكم الفتنة ليس حدثا فيهم، فإن الوقائع التي سبقت ذلك تؤيد انهم يبغونكم الفتنة. احنا ما بنتهمهمش، بنقول بالوقائع سوابق تدل على انهم يبغونكم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور. ما اجتمعوش وقالوا نقتله ولا نثبته ولا نخرجه ولا نعمل مش عارف ايه. اذا ابتغوا الفتنه ولا لا؟ لقد ابتغوا الفتنه من قبل. ما دام هم انا بقول لكم يبغونكم الفتنه وسوابقهم تدل على انهم ايه؟ يبغونكم الفتنه. لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور. التقليب هو جعل اسفل الشيء عاليه واعليه اسفل. طب ودي ليه؟ حتى لا يستتر شيء منه في شيء. ودي ليه؟ لان من مظهرية العرض التجاري انهم يجيبوا اعلى الشيء كده. لما تروح عند الفكهاني مثلا اللي هي العربية وتلاقي رصة الفاكهة بقى مرصوصة كده، رصة ايه؟ مش فاكهة، تجري. وبعدين بقت ايه؟ تيجي تاخد منه ولا حاجة، ان مدت ايدك لأنه هو عايز يجيب، يديلك واحدة من الرصة وثلاثة من اللي جوه الرصة. ولا يجهز لكها في البتاع كده ويحطها في الارتص من غير ما تدرى. يبقى التقليب ده بيعمل ايه؟ الأسفل عالي والعالي أسفل عشان تكون الصفقة ايه؟ الصفقة واضحة. هم بيقلبوا لك الأمر، ده يقول كذا، ولا نضربه ضربة رجل واحد، وده يقول نعمل مش عارف ايه، وده يقول نخرجه، وده بيجيبوا الأمر كله يقلبوا الايه؟ يقلبوه على الايه؟ على الوجوه المختلفة ليصادفوا رأيا يعطيهم فيه أكبر الشر من غير مؤونة. ولذلك قال لك هاتوا بقى الايه؟ القبائل، وناخد من كل قبيلة واحد شاب كده جلد واضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في الايه؟ القبائل. وقلبوا لك الأمور. وهل ابتغاؤهم الفتنة السابق أفات؟ يعني أريحوا نفوسكم. فلا تبغوا الفتنة، لأن الفتنة اللي وقعت منكم سابقا ما أدتش إلى نتيجة، بل بالعكس أدت إلى خير إيه؟ إلى خير كبير. حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. يبقى ابتغاؤكم الفتنة للصف الإيماني لن يفيدكم شيئا، لأن الحق سيظهر، لأن الله لا يرسل رسولا ثم يخذله. لازم ما لم أرسل رسول لازم إيه؟ لازم ينصر. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا أنهم لهم الإيه؟
المنصرون وإن جندنا لهم الإيه؟ الغالبون. بس قلنا في دي إن وإن جندنا لهم الغالبون قضية كونية عقدية معيارية. معيارية يعني إيه؟ يعني معيار للمؤمنين. وما دام يقول وإن جندنا لهم الغالبون، فإذا رأيت قوما مؤمنين التحموا بقوم كفار وانهزموا قل آه، يبقى ما كناش إيه؟ من جنود الله. في شرط من شروط الجندية اختل. ولذلك نحاسب نفسنا بقى لما خالفوا أمر رسول الله في أحد حصل إيه؟ طب قل لي بالله لو انتصروا مع المخالفة ماذا كان يحدث للإسلام؟ يقول لك إحنا خالفناه وانتصرنا، لهان عليه أوامر النبي، إنما إيه؟ هو فيكم وخالفتم أمره لأخذوا على دماغكم. يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، برضو يعملوا إيه؟ برضو نخليكم تنهزموا من الأول وبعدين تصعدوا علينا. نقول لا، بس بزيادة على قد الدرس، الأدب على قدر الإيه؟ على قدر الدرس. يبقى إذا رأيت صفا إيمانيا انهزم أمام صف كفري فاعلم أن شرطا من شروط الجندية الإيمانية قد اختل. ولذلك اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، خلاص، فما وهنوا في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحبه. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، كأن أول حاجة عملوا إيه؟ عرفهم انهم ما انهزموش الا لانهم صنعوا ايه؟ ذنوبا. اغفر لنا ذنوبا واسرافنا في ايه؟ وتوبة يا رب، ثبت اقدامنا وانصرنا على الايه؟ القول. فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخرة. يبقى اذا ان جندنا لهم الغالبون دي قضية معيارية في الايمان، ما تدورش على حاجة ابدا، شوفوا منتصروا ولا منتصروش. ان منتصروش قل لهم دوروا على روحكم، انتوا لم تكونوا جنودا لله بمعنى الكلمة، وإلا فالله لا يطلق قضية قرآنية عشان تيجي حادثة كونية تكذبها. من يقول اذن لي ولا تفتني، يعني من الذين استأذنوا في القعود من قال هذه العبارة، اذن لي يعني يا رسول الله اذن لي في ايه؟ في القعود، في القعود ولا تفتني. برضو هتاخد في تفتني في ايه؟ عذاب، سوء، شرك، كفر، كل دي جايز في الفتنة. طب وايه ما هو بقول ائذن لي في القعود ولا تفتني بعدم الاذن؟ ما هو مادام يقول ائذن لي دي ايه؟ ظاهر الامر يقول لك ده امر، يقول له لا تأدب، ما هوش امر، ده ايه؟ دعاء. لان صيغة الامر اذا جاءت من الادنى الى الاعلى لا تقول انها امر، بل قل هي ايه؟ وان كانت من اللي زي بعض كده تبقى ايه؟ مساءله كده. وان كانت من الاعلى للادنى تبقى ده امر صحيح، وان كان كلها طلب للايه؟ للفعل. ائذن لي يا رسول الله، دعا ان رسول الله ياذن له في القعود. لانك ان لم تاذن له وقعت في فتنه. الفتنه هي ايه بقى؟ هو الجد بن قيس من الانصار جه قال له كده يا رسول الله ائذن لي ولا تفتني. تفتنك في ايه؟ لانك ان لم تأذن لي فان لم اخرج ابقى خالفت، ان لم اخرج ابقى ايه؟ خالفت. يجي لي من دي فتنة واسم، طيب، وفي نفاق يظهر. وان اذنت لي اتعذب واتبهدل في حكاية الحرب وانا ماليش جلد على الايه؟ على الحرب دي. او كما قالوا انه كان مولع، يعني زير نساء، وحدث عن بنات الروم ان المعركة هتدور في ارضهم، فلما حدث قال بقى هيبقوا اللي قاعدين بقى الشبان، وخصوصا الشبان اللي ما اتجوزوش، يقول لك احنا هنروح الحرب وننتصر ونجيبهم اسرى وتبقى معاهم. فسمع الكلام ده فقال له يا رسول الله لا جلد لي، انا رجل كما تعرف ماليش جلد على الحكايه دي، فلا تفتني ببنات الروم. قال لي يعني الواد عنده ذمه قوي. قوله ولا تفتني، ائذن لي ولا تفتني، سقطته في الفتنه.
ألا في الفتنة سقطوا. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. لأنه قال يا رسول الله أنا شوية يعني الشحم عندي والسنة ومش عارف إيه ولا أقدرش على الحر في البلاد دي والسفر والبتاع والحاجات دي. فربنا قال له ما كنتش خارج يا جماعة إن كنتم من الحر والبرد تفرون فأنتم والله من النار إيه أفر. يبقى قال له جهنم محيطة بالكافرين وحرها إيه؟ قل نار جهنم إيه أشد حرا. نعم. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل. طب المسألة في الحرب تصيبه حسنة يعني ينتصر نصر ياخد غنائم ياخد سبايا دي إيه حسنة تبقى دي بتعمل إيه تسؤهم تحزنهم. ليه؟ قالوا يا ريتنا كنا خرجنا كنا قال نلنا شيء من مش عارف ايه. يبقى تسوقهم ليه؟ لانكم نلتم وهم لم ايه لم ينال. طيب وان كان العكس دي حسنة وان كانت سيئة يقولوا يا سلام ده احنا عقلاء لاننا احتطنا للامر من قبل ولا رضناش نطلع احنا عارفين المسألة هتوصل لكده وكده كده. الله بان تصيبك حسنة تسوقهم وان تصيبك ايه مصيبة في ايه مثلا هزيمة مثلا مصيبة في المال مصيبة في العتاد في اي حاجة قال لك ايه يقول قد اخذنا امرنا من قبل يعني احنا احتطنا. طب واخذنا امرنا من قبل دي يعني ايه يعني احنا احتطنا حيطة هو ما قدرش يحتطها الجيش نبقى احنا نصحين عنه نحن ايه نصحين عنه. فيرد الله عليهم ابلغ الرد يقول ايه ويتولوا وهم فرحون قل ردا عليهم لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. بالله لما يقول إن تصيبك حسنة تسؤهم تحزنهم في نفسهم وبعد ذلك تصبح قرآنا يتلى ويسمعونه بأذانهم. بالله لو ما كانتش أساءتهم الحاجة اللي أصابتك من الحزن كانوا يقولوا إيه يقولوا اخوانا لا فرحنا ولا كرهنا ولا ما حصلش حاجة. لكن لما يفاجئهم بما في نفوسهم بالله لما يفاجئهم بما في نفوسهم اما كانوا يتورعون ان اللي في نفسهم ربنا كسبوا كده على لسانه وقال لما تصيبك حسنة حتسوهم. لو ما كانتش سائتهم كانوا يقولوا ايه لو ما كانتش سائتهم يقولوا الراجل ده بيقول الكلام ده ازاي احنا لا سئنا ولا حصل منا اي حاجة. لكن هم ايه سمعوها برضو ايه ما كانوش ينتهدوا الى ان الذي اخبر رسول الله بما في سرائرهم وفي نفوسهم وفي مواجدهم من فضح ما كانوش يجوا بقى يقولوا ده الذين تأبوا ان رسول الله يكون رسول عايزين يعملوا اله. يبقى عرف الغيب عرف الغيب يا اخويا اللي في قلبكم سائتهم ازاي ما قلت ازاي الا ان يكون الحق سبحانه وتعالى هو الذي اطلعوا على ذلك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. المصيبة هي الشيء يصيب الإنسان فإن تأتى منه خير تبقى ما أصابك من حسنة وإن تأتى منه شر ما أصابك من سيئة. يبقى إذن الإصابة هي إيه هي التقاء هدف بغاية. هذا الهدف يجيب خير ولا يجيب شر؟ وان كان يجيب خير يبقى دي الحسنة وان كان يجيب شر يبقى دي الايه السيئة. والمصائب نوعان مصيبة للنفس فيها غريم ومصيبة ليس للنفس فيها غريم. واحد يضربني ألا دقت مصيبة وبعدين ليه غريم هو اللي ضربني يبقى عندي حافظة على مين على اللي ضرب وعندي غيظ وعندي كبت وبدي ارد وبدي اعمل مش عارف لان ليا فيها ايه. طب افرض عييت انا مريض من غريمي في المرض لا احد. يبقى المصايب نوعين اتنين نوع فيه غريم ونوع ما فيش له غريم. ما دام ما فيش ليا غريم يبقى قلبي ملان حقد على ايه محدش انما ليا غريم يبقى قلبي ملان حقد عليه
ولذلك يجي في الصورة دي يقول ايه؟ والكاظمين الغيظ. خلاص؟ والعافين عن الايه؟ الناس. والله يحبه ثلاث اشياء، ولا من صبر وايه؟ وغفر. صبر على المصيبة وغفر للغريم له. اما الثانية، طب انا اصبر على المرض، طب واغفر لمين؟ ما فيش ليا غريب، انما ديك ليا فيه ايه؟ الغريب. ولذلك المصائب التي فيها غريم للانسان تحتاج الى ايه؟ صبر قوي، لان غريمه قدامه كده وبده يفتك بيه وبده ينتقم، على الاقل يعاقب بمثل ما ايه؟ ما عوقب به. يقول ولا من صبر وغفر ان ذلك لا من عزم الايه؟ شوف، ولذلك القران يجي دقيق، ولا من صبر اي على المصيبه وغفر ان كان له غريم. خلاص؟ ان ذلك ما قالش من عزم الامور، الا من عزم الامور، لان دي اللي عايزه ايه؟ عايزه تاكيد وعايزه قوه. انما واصبر على ما اصابك، ان ذلك من عزم الامور، ما قالش ان ذلك لا من عزم الامور، لان ذلك مصيبه ايه؟ ليس لي فيها ايه؟ غريب. انما دي اللي فيها ايه؟ واللي لك فيها غريب. البدائل تيجي، يا ترى تعاقب زي ما عاقبك؟ مثل ما عوقبتم به؟ ادي واحدة، تكظم غيظك يعني، ولا تنفعلش ولا تضرب ولا اي حاجة، ما دام كظم الغيظة يبقى لا يزال الغيظ في قلبه، بس الغيظ ما طلعش الى انفعال، ما ضربوش الم، انما الغيظ ايه؟ الغيظ موجود لان في غريب. يبقى كظم غيظه يبقى لم ينفعل ويرد عليه. طب ولا ويعفو يطلع الغيظ الاخر من قلبه. والكاظمين الغيظ والايه؟ يبقى اذا الكاظم الغيظ، الغيظ موجود في القلب، لكن العمل النزوعي ما حصلش، ما ضربتش قلم ولا رديت، فكتمته في ايه؟ في نفسي. العافي يطلع الغيظ من قلبه. ادي مرحلة ايه؟ مرحلة تانية. وبعدين المرحلة الثالثة يقول ايه؟ والله يحب المحسنين. الله بقى انا احسن له، بقى انا كظمت غيظي وعفيت عنه وطلعت المسألة دي من قلبي وخلاص، برضو عايزني يا ربنا أحسن له؟ يقول لك أهو ده الإيمان. ليه؟ أما قال لك لأن العبيد كلهم عيال الله. واضرب لنفسك المثل ولله المثل الأعلى. هب أنك دخلت البيت فوجدت أحد الإخوة ضرب الثاني، ولد ضرب أخوه، مع من يكون قلبك وأنت رب البيت؟ مع المضروب، مع الضعيف، وتقعد تطبطب عليه، تربت على كتفه وتجيب له مش عارف ايه، وقول له خلاص انا هجيب لك، وتقعد تحسن اليه. طب ما دمنا كلنا عيال الله، وعبد اقترأ على عبد وظلمه، يبقى مين اللي هيقف في صفه؟ الله. طب واحد لما اسألك جعل الله في جانبك، ما استحقش بقى انك ترد له التحية دي؟ ده جعل ربنا في جنبك يا اخي، ما دام جعل ربنا في جنبك ده كان يستحق ايه؟ ولذلك قال الا احيي من جعل الله في جانبي، ده كون ربنا يبقى معايا كده ويبقى معايا ضده. طب ده اللي بالشكل ده، طب افرض بقى ان الاب دخل ولقى الولد ضرب اخوه، وبعدين قعد يطبطب عليه ويجي، وبعدين قال له طب خد ده انا جايب لك على مش عارف ايه، وهجيب لك ايه وهعمل لك ايه. الولد الظالم شاف المظلوم ايه؟ منغنق في عطف ابوه، والله كأني به اللي نتنغنغ من ظلم اخوه، يجي يقول لاخوه بكره ما تضرب لك قلمين كده، خلينا نتنغنغ. طبعا هي مساله كده، كذلك الحق يجي للمظلوم ويروح يبقى بجانب. ولذلك قال ولا من صبر وغفر ان ذلك لمن عزم ايه؟ الامور. والكاظمين الغيظ اهي، والله يحب الايه؟ الله يحب المحسنين، الله يحب المحسنين. فلما تيجي بقى في المصائب تقول ايه بقى؟ ام قال لك ردوا عليهم قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. شوف الرد الى حكمة مجري الامور، ردت المسائل الى حكمة مجريها. ان ابويا ضربني الم يبقى لصالحي برضه، عشان التفت لدروسي، عشان ما اعملش على حاجة مخلة بالادب، يبقى لما ضربني تبقى لمصلحة ليا ولا لا؟ طب لما ربنا يهزمهم في معركة
يبقى رايد بهم الخير ولا لا؟ طب الاستاذ الذي يمسك الكراسات فيصحح للتلاميذ اخطائهم دي غلط ويشط له عليها كده، يبقى بيعمل في ايه؟ بيحسن اليه وبيربي التربيه الكويسه. يبقى اذا ان رايتم مصيبه وظننتم انها تسيئنا فاعلموا اننا نثق في من اجراها وانه اجراها لحكمه تاديبيه فينا، وما دام بيأدبنا يبقى لمصلحتنا ولا لا؟ يبقى لمصلحتنا. او كل شيء مكتوب لنا لا علينا، واللي كتبه ربنا قال ايه؟ مش قال لاغلبن انا ورسلي؟ يبقى دي احنا لن يصيبنا، ما تفتكروش انكم بالاشياء دي ستنالون منا ابدا، وانما هي نوالات تربيه وتاديب وتهذيب لنبقى على الجده وعلى الايه؟ وعلى المنهج. والانسان لا يربي الا من يحب، اللي ما يحبوش ملوش دعوه بيه. احنا ضربنا مثل وقلنا هب انك دخلت البيت كده وجدت في حوش البيت عيال بتلعب الورق، احدهم ابنك والتاني ابن اخوك والتالت ابن الجار، على من تنفعل اولا فعاله واقساها؟ ابنك، لانك انت تحب انه يكون ايه؟ نموذج كمالي. وابن اخوك يمكن تقول له اخفى ابعد عني ولا بتاع، والتاني ولا تلتفت له. الله، يبقى اذا التاديب ده لصالح مين؟ فان اصابتنا مصيبه تفرحون بها فانتم اغبياء في هذا الفرح، لان لن يصيبنا الا ما كتبه الله لصالحنا نحن، اما ادبا واما جزاء بان يتم كلمته عليك. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. ليه؟ لصالحنا، هو مولانا، وما دام هو مولانا ونصرنا والاقرب اليه منا، المولى يسيء الى ايه؟ الى من والاه؟ لا. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. على الله فليتوكل المؤمنون. ايوه، ليه؟ قال لك لان الله الذي امنت به اله قادر عالم حكيم. يبقى اذا جرت امور عليك فابحثها، امن فعل نفسك؟ يبقى انت اللي تلوم نفسك، ام ليست من فعل نفسك بل من فعل الله فيك؟ تقول لازم عملها لحكمه. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى بيدي للكافر بيعيشه ومديله مقومات الحياه، يبقى المؤمن لازم يديله المقومين، مقوم الحياه الماديه ومقوم الحياه الايه؟ يبقى مثل هذا يجب ان ايه؟ نتوكل عليه في كل شيء. وان اصابتنا مصيبه ما نقولش ده تخلى عنا فتضعف التوكل، نقول لا ده ما تخلاش، ده هو حينما ادبك كان معك، وان لم يؤدبك يبقى تخلى عنك. فساعة تاتي المصيبه اعلم انه لا يزال ايه؟ لا يزال ايه؟ مولاك. وما دام مولاك بهذا الشكل كل ما تغلط غلطه يحاسبك عليها ويصوبها لك، يبقى هو ده اللي تثق فيه ان تتوكل عليه. ساعة ما يجي الواحد مثلا يتكل في امر من الامور على وبعدين غلط منها، فيجي يقول لك انت غلطت، انت ما كانش صح انك انت تعمل الشيء الفلاني، تقوم انت تثق فيه وكلته لك ولا ما تثقش؟ طب وان غشك وقال لك لا ما فيش مانع ما فيش عارف ايه، تثق فيه ولا ما تثقش؟ يبقى وعلى الله فليتوكل ايه؟ ولكن اياكم ان تنقلوا التوكل من القلوب الى الجوارح. التوكل مش عمل جوارح، التوكل عمل قلب. ولذلك يقول لك الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. تروح تحرط الارض، الجرحه عملت، تبدر البذر، الجرحه عملت، ترويه، الجرحه عملت، كل دي الجوارح عملتها، وبعدين بقى يطلع السماء. اتوكل بقى على الله، لان من الممكن ان الثمره تبقى ناضجه كده ويجي لها شويه ريح ولا شويه حر يعملوا فيها ايه؟ يضيعوها، وتكون انت واثق بان هيبقى عندك السنه دي حبر، وعندك مش عارف ايه، وعندك ايه وعندك ايه، وبعدين تجي افه سماويه تاخدها. تقول له لا، انت تعمل بجوارحك. فالذين لا يعملون بجوارحهم احنا متوكلين ولهم كذابين. التوكل ليس عمل الجوارح، انما التوكل عمل مين؟ عمل القلوب. الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. وبقول لك بقى كن ناصح في التوكل، خليك ناصح. قال وتوكل
على الحي الذي لا يموت. احنا بنقول زمان كده بنعملها زي نفسها تتكل على واحد انه هيعمل لك ويزمل لك ويعزك ولما تتخرج هيوظفك ويجيب لك مش عارف ايه، وبعدين تلتفت قبل ما تتخرج تلاقيه فطس مات انهار. امال اتوكل على من بقى؟ على الحي الذي لا يموت. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل لهم ردا تاني بقى قال لن يصيبنا الا ما كتب الله ايه لنا، يعني فرحكم بالمصيبه لنا مش فرح اغبياء. واقول لهم ابايض هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين؟ التربص هو الانتظار والترقب. يقول لك فلان متربص بي. متربص بي يعني ايه؟ مترصدني ورصد حركاتي عشان يعمل فيها مثلا كده. ادي الايد التربص. ايه تربصوا بيني واحنا برضو هنتربص بكم. انتوا هتتربصوا بيني فلا تروا من الله الا الفوز لنا، اما بالغنيمة منكم وقهركم في الحرب واما بالاستشهاد في سبيل الله. واحنا هنتربص ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا. يبقى اي التربصين خير؟ انتم تتربصون بنا ايه؟ انتم بتتربصوا بنا احدى الحسنين، يا ننتصر عليكم يا نموت شهداء. فان انتصرنا فذلك اذلال لكم لان الله قاتلنا قاتلكم بايدينا، وان قتلنا يبقى رايحين على الايه؟ على الجنه ونبقى في الاحياء. طب وانتم هنتربص احنا بكم ايه؟ ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايه؟ يبقى اي التربصين خير؟ انه تربص دكر تربص الشيطان وعدهم غرور. ذلك وعد الشيطان لهم راح ووعد الرحمن لنا بقي. والى لقاء اخر ان شاء الله.